بس أول شيء هجرنا من بيوتنا وخربنا المدارس ما خلينا شيء ندرس فيه طويل. إن شاء الله بس يفطس نرجع مدرستنا نعمرها من أول جديد ندرس فيها من أول جديد. خربنا بيوتنا والشباب أسد ما خلينا شيء طويل. مين أنت يا عمو؟ حلب. مين حلب؟ قريب حلب من الضيف. كم واحد أنتم؟ هي خمسة. أنت أكبر واحد بالعيلة؟ لكن إيه. أنت عم تعيش بالعيلة؟ نعم. والدك عايش؟ استشهد والدي. استشهد. عم تشتغل بالميكانيك هيك؟ المدخول عم يساعدك تعيش اهلك؟ ايه. تتمنى ترجع مدرستك؟ اوكي. انت كنت شاطر بمدرستك؟ ايه.